بعث الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا لمصر والمصريين كل المحبة والتقدم والسلام. وأعرب القس أندريا زكي عن أمنياته بأن يحفظ الله الشعب المصري وأن يحل السلام على جميع بلدان العالم. كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقية تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. كما بعث ببرقيات مماثلة لرئيسي مجلسي النواب وشيوخ ووزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية.